هذه صحراء المغرب تبلغ مساحتها 266 ألف متر مربع. تخيل لو تحولت هذه الصحراء إلى واحات خضر. نعم، هذا ما ستفعله المغرب، ولكن كيف؟ السر يكمن هنا بالفوسفات، منه يمكن أن نستخرج اليورانيوم، ولكن ليس كأي يورانيوم، يسمى بالخفي، سلاح جديد بيد المملكة المغربية يضعها على خارطة القوى النووية العالمية، ويرسم خارطة جديدة للنفوذ في شمال إفريقيا. القصة الكاملة تشاهدونها في هذا الفيديو، فابقوا معنا. لسنوات طويلة كان العالم ينظر إلى المغرب كعملاق في إنتاج الفوسفات، تلك المادة الحيوية التي تغذي أراضي العالم وتضمن الأمن الغذائي. لكن ما لم يكن يعلمه الكثيرون هو أن هذا الفوسفات يحمل في طياته سراً أعمق، كنزاً استراتيجياً يعرف باليورانيوم الخفي. اليورانيوم الخفي ليس نوعاً جديداً من اليورانيوم، بل هو مصطلح يشير إلى اليورانيوم الموجود بكميات كبيرة كمنتج ثانوي في احتياطات الفوسفات الهائلة التي يمتلكها المغرب. فالمغرب يتربع على عرش احتياطات الفوسفات العالمية بنسبة تتجاوز 70%. يمتلك في باطن أرضه ما يقدر بتسعة ملايين وتسعمائة ألف طن من اليورانيوم، وهو رقم يجعله الأول عالمياً في هذا المورد غير التقليدي، متفوقاً بثلاثة أضعاف على أكبر الاحتياطات العالمية الأخرى. ولكن ما هي استخدامات هذا المعدن الثقيل والمشع؟ اليورانيوم ليس مجرد مادة خام، بل هو مفتاح لعصر جديد من الطاقة والتنمية. في مقدمة استخداماته يأتي إنتاج الطاقة النووية، فهو الوقود الأساسي للمفاعلات النووية التي تولد الكهرباء النظيفة والتي لا تطلق انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة. ولكن الأهم من ذلك هو دوره في تحلية مياه البحر، فمحطات التحلية تستهلك كميات هائلة من الطاقة، والطاقة النووية الناتجة عن اليورانيوم توفر حلاً مستداماً وفعالاً من حيث التكلفة لتشغيل هذه المحطات، ما يفتح آفاقاً واسعة لحل مشكلة ندرة المياه. كما يستخدم اليورانيوم في الطب النووي لإنتاج النظائر المشعة لأغراض التشخيص والعلاج وفي الصناعات الثقيلة. رحلة اليورانيوم. يتم استخلاص اليورانيوم بشكل أساسي أثناء إنتاج حمض الفوسفوريك، وهو منتج وسيط في صناعة الأسمدة الفوسفاتية. خلال هذه العملية يذوب أكثر من 80% من اليورانيوم الموجود في صخور الفوسفات في حمض الفوسفوريك، وهنا يأتي دور التقنيات المتخصصة مثل الاستخلاص بالمذيبات والتبادل الإيوني التي تفصل اليورانيوم عن الحمض، لينتج في النهاية ما يعرف بالكعكة الصفراء، وهي المادة الغنية باليورانيوم الجاهزة للتحول إلى وقود نووي. المغرب لا يكتفي بالحديث عن الإمكانات، بل يترجمها إلى واقع ملموس. فشركة يورانيكس الناشئة ضمن منظومة إينوفيكس التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تستعد لإطلاق أول مصنع مغربي لإنتاج الكعكة الصفراء في مدينة الجديدة باستثمار يبلغ 100 مليون دولار. هذا المصنع ليس مجرد خطوة صناعية، بل هو إعلان عن طموح مغربي كبير نحو الاستقلال الطاقي وتعزيز مكانته كفاعل إقليمي في مجال الطاقة النووية المدنية. فالمغرب الذي يخطط لبناء محطات للطاقة النووية بعد عام 2030 يتعاون بالفعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركات عالمية مثل روساتوم الروسية لتطوير برنامجه النووي السلمي. لكن الأهم من كل ذلك هو كيف سيحل هذا المشروع مشكلة العطش التي تؤرق المغاربة. معركة العطش. سنوات من الجفاف وتزايد عدد السكان وتوسع النشاط الزراعي والصناعي، كلها عوامل ضاعفت من حدة أزمة المياه في المغرب. البلد الذي كان يعتمد بشكل كبير على الأمطار يجد نفسه اليوم أمام واقع مرير يهدد أمنه المائي والغذائي. نصيب الفرد من المياه في المغرب يتراجع باستمرار، وبعض المناطق وصلت إلى مرحلة الندرة المائية القصوى.
هذا الوضع دفع المملكة للبحث عن حلول جذرية ومستدامة تتجاوز مجرد إدارة الموارد المتاحة، وهنا يبرز مشروع اليورانيوم كحل استراتيجي غير تقليدي. الحل يكمن في تحلية مياه البحر، وهي عملية مكلفة للغاية وتستهلك كميات هائلة من الطاقة، لكن المغرب بفضل احتياطاته الضخمة من اليورانيوم يمتلك القدرة على توليد هذه الطاقة بكفاءة وبتكلفة تنافسية. المغرب لا يكتفي بالرؤية، بل يضع خططا طموحة ومشاريع عملاقة لتحقيق الأمن المائي. فقد رصدت الرباط محفظة استثمارية بقيمة 15 مليار و500 مليون دولار لبناء محطات تحلية مياه البحر على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مع توقع استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2050. هذه المشاريع التي ستعمل بالطاقة النووية المستخلصة من اليورانيوم المحلي ستوفر مياه الشرب والري للمدن الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، وستفتح آفاقاً جديدة للتنمية الزراعية والصناعية. لعبة الكبار. لا يمكن فصل اليورانيوم عن السياسة، فامتلاك هذا الكنز الاستراتيجي يمنح المغرب ورقة تفاوضية قوية ويغير من موازين القوى في المنطقة بل والعالم. ففي ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على المنتجين التقليديين لليورانيوم مثل روسيا والنيجر، يصبح المغرب بديلاً موثوقاً ومستقراً لإمدادات هذا المعدن الحيوي، وهذا يمنح المملكة نفوذاً سياسياً واقتصادياً متزايداً على الساحة الدولية. الأهم من ذلك أن تعزيز القدرات النووية واستغلال اليورانيوم المحلي يعزز السيادة الطاقية للمغرب ويقلل من تبعيته للخارج، فبدلاً من استيراد الطاقة يصبح المغرب قادراً على توليدها ذاتياً بل وتصدير الفائض منها في المستقبل. هذا التحول ليس مجرد مكسب اقتصادي، بل هو تعزيز للاستقلال الوطني والقرار السياسي. ولكن هل يثير هذا الطموح المغربي مخاوف دولية؟ الإجابة تكمن بالتزام المغرب بالشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالمغرب يلتزم بالمعاهدات الدولية ويخضع برنامجه النووي للرقابة الصارمة، مما يؤكد الطبيعة السلمية لمشروعه ويجنبه أي شبهات تتعلق بالانتشار النووي. اليورانيوم الخفي في المغرب كنز استراتيجي يفتح أبواباً لمستقبل واعد، لكنه يحمل في طياته تحديات جمة. فهل ينجح المغرب باستغلال هذا الكنز بحكمة ليحقق الأمن المائي والطاقي وليصبح قوة إقليمية وعالمية؟